تحت شعار أعيادنا جبهتنا، يواصل أبطال القوات المشتركة ثباتهم ورباطهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك. ومن على قمم جبال الضالع وفي متارس العز والشرف والبطولة يقضي المقاتلون أيام العيد، مؤكدين بأن العيد في تلك المواقع أحلى، وأن عيدهم الأكبر هو يوم تحرير كل الوطن من قبضة الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة المنهوبة. وقد شارك العديد من قادة جبهة محور الضالع القتالي الأبطال المرابطين فرحتهم بالعيد، وقاموا بزيارتهم إلى مواقعهم ومتارسهم. كاميرا قناة اليمن اليوم رصدت زيارة العقيد أحمد سمنان قائد اللواء الخامس قوات خاصة للمرابطين في جبهة مريس شمال الضالع، الذي ثمن التضحيات الكبيرة للمقاتلين في جبهة الضالع وكل جبهات الوطن. بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة عيد الفطر المبارك، حبينا وزيارة الشباب المرابطين في الجبهة، وزيارتنا طبعا ليس جديدة، فنحن معهم وإلى جانبهم في المواقع وبصورة مستمرة، إلا أنه في هذه المناسبة نتفقدهم ونتفقد وضعهم الشخصي ونبادلهم التهاني والتبريكات، وأيضا نبادلهم الهدايا ونشد على أيديهم ونرفع من معنوياتهم، بينما أن معنوياتهم مرتفعة، وخاصة عندما أنهم مقتنعين بقتال هذه الميليشيا الخبيثة. بين عزيز الرصاص ودوي المدافع يقضي أبطال القوات المشتركة بالضالع أجازة عيد الفطر المبارك، فهم يرون أن ألم البعد عن أسرهم ومنازلهم في مثل هكذا مناسبات يهون في ظل استمرار معركة التحرير وتحقيق الانتصارات واستعادة العزة والحرية والكرامة والأمن والاستقرار وتخليص الوطن من شر العناصر الحوثية المدعومة إيرانيا، منتهزين الفرصة لتهنئة كافة الأحرار في ربوع الوطن بهذه المناسبة العظيمة، مؤكدين عزمهم على المضي في درب الشهداء والجرحى مهما كانت التضحيات. باسمي ونيابة عن زملائي في اللواء الخامس قوات خاصة، أفراد وصف وجنود وضباط، نهنئ الشعب اليمني العظيم وقيادتنا السياسية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونعاهد الوطن ونعاهد شهداءنا وجرحانا بأننا على دربهم ماضون، ولن نكل أو نمل حتى نحرر آخر شبر من أرض الوطن. أهنئ كل المقاتلين في جبهة محور الضالع ونقول لهم كل عام وهم بخير، وإن شاء الله سنكون منتصرين ومرابطين، ولن نعود إلى موطننا حتى نحرر آخر شبر من أرض الوطن. هكذا فضل أبطال اللواء الخامس قوات خاصة الثبات والرباط في مواقعهم ومتارسهم، وكذلك بقية الأبطال في مختلف جبهات محور الضالع القتالي بمعنويات عالية وعزائم لا تلين، إيمانا بهم بأن عيدهم ثبات وانتصار. من جبهة مريس، محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم، الضالع.